قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. ثم أورد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي العلاء عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث حديث جامع في فضائل قيام الليل، وهو من أجمع الأحاديث في ذكر فضائل وقيام الليل وآثاره التي ينالها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. قال: عليكم بقيام الليل، أي التهجد فيه، فإنه دأب الصالحين، أي عادتهم وشأنهم وطريقتهم، وقربه إلى الله، أي من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومكفر للسيئات، أي فيه تكفير للسيئات و الذنوب، ومنهاة عن الإثم، أن ينهى عن ارتكابها ويمنع عن يمنع من الوقوع فيها. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومطردة للداء عن الجسد، وهذا موطن الشاهد للترجمة، أي طارد ومبعد للداء عن البدن.